رجعك فلاش باك بقى شويه كده، مع نفصل من الكوره شويه، مش هنبعد عن الاهلي برضو، بس خلينا ناخد فلاش باك كده شويه ذكريات وشويه اعتقد يعني بعض الشخصيات اللي وجودهم وتاثيرهم مع كابتن ماهر كان كبير جدا. نبتدي باول صوره طبعا الكابتن حسن حمدي وزير طبعا الدفاع. وزير الدفاع ومثل الاعلى. عايز اقول لك ان انا لما طلعت من قطاع الناشئين واخد بالك للفريق الاول، اول واحد احتضني كابتن النادي كابتن مصر كابتن حسن حمدي، احتضني. وعايز اقول لك يا احمد علمني حاجات كتيره جدا في الجانب الدفاعي في الحته بتاعتنا دي، ازاي تغطي، ازاي تقطع، ازاي تقف، ازاي تتوقع. بصراحه يعني من وقد اجاد بصراحه من ضمن الحاجات اللي استفدت منها بشكل كبير جدا. ايوه طيب نروح للصوره الثانيه. الكابتن محمود الخطيب طبعا اعظم لاعب ممكن تشوفه يا احمد عربيا وافريقيا بصراحه، يعني يعني الموهبه اللي مش هتتكرر مره ثانيه في ملاعبنا المصريه. طبعا انا بحييه لان هو بعد النجاحات ديت اتجه للاداره كاداري وعضو مجلس اداره وامين صندوق ونائب الرئيس ثم رئيس النادي الاهلي، صاحب الانجازات اللي احنا عايشين فيها مشارك فيها بشكل كبير جدا من خلال الخبرات طبعًا اللي ربنا اداها له. يعني بتترجم بشكل كبير كابتن ماهر في اللقطات اللي بيحصل فيها الاهلي على او بيوصل فيها فرقه الاهلي منصات البطوله وتشوف قد ايه حاله الحب والعرفان بالجميل من نجوم النادي الاهلي. تواجده كمان تواجده بشكل كبير جدا مدي ثقه للعيبه دي يا احمد بشكل كبير. اكيد واخد بالك لان هو كمان بيقرا لهم افكار وهو لاعب والظروف اللي مر بيها والخبرات اللي عاش فيها التجربه طبعا اصل التجربه وبعدين بيبدا ينقلها لهم. فالنهارده اللعيبه دي محظوظه ان معاهم رئيس النادي واخد بالك كان اعظم لعيب في افريقيا فبينقل لهم الخبرات اللي هو عاش فيها كلاعب بشكل كبير. فالنهارده يهناهم ويسعدهم يعني صراحه. يعني نروح للصوره الثالثه الموس. يعني انا شايف موسيماني اندمج بشكل كامل من وجهه نظري. طبعا خلاص يعني تكيف وقدر 6 اشهر انا شايف اندمج بشكل كبير جدا. والفتره دي كمان عايز اقول لك ده يعرف من منتاليتي وعقليه اللعيب لعيب النادي الاهلي او اللعيب المصري. يعني الظروف اللي حصلت في الماتشين اللي فاتوا دول بدا يفهم بقى اللعيب المصري رايح فين وجاي منين. عايز اقول لك مستر موسيماني صاحب بطولات كثيره، انا شايف ان هو بيقرر تاريخ مانوجزي مره تانية، هدوكوتي العظماء اللي انا من يومين هنا قلت في السادسه انه طبعا انت بتتكلم على اسمين من اكبر الاسماء اللي دربوا في تاريخ النادي الاهلي مستر هدوكوتي او مستر جوزيه. لكن الحقيقه يعني انا كنت بقول انه ما فيش في تاريخ الكره في مصر حد جه في 8 شهور حقق كم الالقاب اللي حققها مستر موسيماني مع النادي الاهلي. طبعا انجاز بالنسبه له، وهو اجتهد بشكل كبير جدا وقدر بخبرته وشخصيته انه يقرب من اللعيبه ويبدا يفهم. سنه اولى اهلي يجيب 2 دوري ابطال وتجيب كاس سوبر وتجيب دوري وكاس وتجيب برونزيه كاس عالم انديه. لا ده شيء طبعا حاجه جميله ونتمنى له طبعا ان شاء الله باذن الله البطولات القادمه باذن الله ان شاء الله. الكابتن سيد عبد الحفيظ كابتن سيد وهو لاعب كان من اللعيبه المميزه. عايز اقول لك نجاحه في الاداره اكبر وافضل من نجاحه وهو لاعب والله بصراحه. يعني سيد من مديرين الكوره اللي فعلا فرقوا مع النادي الاهلي في خلال ال 10 سنين اللي فاتوا بشكل كبير جدا. يعني النهارده لما تيجي تقول مدير كوره بدانا بالكابتن صالح سليم اللي احنا يعني عشنا واحنا بنلعب وشفناه، وبعدين الكابتن حسن حمدي وبعدين الكابتن طارق سليم كابتن ثابت البطل. وبعدين انا شايف ان سيد من ضمن العظماء اللي جم في هذا المكان بصراحه، ويعني قربه وشخصيته من اللعيبه ساعدت بشكل كبير جدا على نجاح النادي الاهلي في البطولات اللي حصل عليها في خلال ال 10 سنين اللي فاتوا. كابتن سيد طبعا ليه دور كبير جدا، تقول له ايه في المرحله اللي جايه؟ يعني المرحله الصعبه كان الله في عونه طبعا. هو بيبقى شايل عبء وحمل كبير جدا، والاهلي الحقيقه بيعاني من ضغط ماتشات، بيعاني من غيابات لاعبين. تقول له ايه للفتره اللي جايه؟ لا اقول له ما شاء الله عليك السيد شاطر وبصراحه يعني، وبعدين حبه واخلاصه لنادي وحبه واخلاصه للمكان بيساعده بشكل كبير جدا. يعني انا بقول لك هو الشق الاداري اللي ساعد مستر موسيماني في الشق الهجومي، الاثنين دخلوا مع بعض واندمجوا مع بعض، هو اللي عمل لنا الحاله الجميله اللي احنا شايفينها. طبعا الضغوطات قلت على كابتن سيد لان كان في سفريات بره كان فيها تحضيرات اذا كان مباراه نهائي سوبر افريقيا سفر لافريقيا. النهارده الجانب الاداري بالنسبه للكابتن سيد والتجهيزات قلت شويه.